مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى الناس. بيجينا أسئلة كتير جدا عن الزوج اللي توفي وسايب مراته أو الأرملة مش عارفة تعمل إيه، أو الأحكام المفروض إن الزوجة تعملها أو الأرملة بقى بالتحديد في الحالة دي تعمل إيه؟ هل تقعد في بيت جوزها فترة العدة؟ طب فترة العدة قد إيه؟ طب لو هي قاعدة لوحدها ينفع تروح تقعد مع بنتها؟ ينفع ابنها المسافر يجي ياخدها ويسافر؟ كل الشروط وكل الأحكام المتعلقة بالموضوع ده إن شاء الله هنتكلم فيه مع فضيلة الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اللي بنسعد دايما بوجود فضيلته معانا على الهواء. أهلا وسهلا بحضرتك يا مولانا. أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. عاوزين نفهم أحكام المتعلقة بالزوج اللي توفي وسايب مراته، هل تعمل إيه؟ ونفهم من فضيلتك في البداية يعني إيه عدة؟ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. العدة هي فترة بتتربص فيها المرأة إما لبراءة الرحم أو للتعبد أو للتفجع على الزوج. الكلام ده معناه يعني في فترة ربنا سبحانه وتعالى أمر المرأة التي مات عنها زوجها أن تظل بدون زواج وبدون زينة وتتعبد ربنا سبحانه وتعالى في هذه المدة. المدة دي اللي حددها ربنا سبحانه وتعالى. لماذا شرعت؟ شرعت لعدم اختلاط الأنساب ولحقوق الزوج ولحقوق الزوجة ولحقوق الأولاد. ربنا سبحانه وتعالى يقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. يبقى تحديد مدة العدة، المدة والأيام وعدد الشهور، من الذي حددها؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى المرأة التي ينتقل عنها زوجها في هذه المدة بمجرد انتقال الزوج عليها أن تعتد، ولازم يبقى الزواج تم زواج صحيح، يعني العدة بتكون للزواج اللي هو تم زواج إيه؟ زواج صحيح المتوثق، الزواج الصحيح الذي اكتملت الأركان والشروط، والتوثيق من ضمن الأمور التي يعني يحتاجها أمر الزواج. هذه العدة هي 4 شهور و10 أيام. طيب المرأة تحسبها إزاي؟ لأن في كثير من النساء بيقع في مشكلة. يعني إيه؟ متى تبدأ العدة المرأة تدخل فيها؟ بمجرد وفاة الزوج. يعني الزوج توفى النهاردة، تحسب من النهاردة 4 شهور و10، تحسبها بالأيام هتديها كم يوم؟ 130 يوم. 4 شهور و10 يدونا كام؟ 130 يوم. 130 يوم في كثير من النساء، وده احنا بنشوفه في الأسئلة عندنا كتير، بتقول: طيب يا مولانا ربما الزوج ينتقل بعد يوم 10 في الشهر، لأن العدة بتحسب بالشهور الهجرية القمرية اللي هي ايه؟ اللي هي رجب، شعبان، رمضان، شوال. لازم العدة علشان فيها أمر تعبدي لله سبحانه وتعالى، فبتبقى بالشهور ايه؟ الهجرية. فبتقول كثير من السيدات: أنا زوجي مثلا مات يوم 10 شعبان، فإزاي أحسب 4 شهور؟ ما في 10 أيام عدوا من الشهر، فأحسب من يوم 10 ولا أحسب الشهر والعشرة دول أعوضهم بعد ذلك؟ فإحنا بنقول لها المختار للفتوى، وهو مذهب السادة الأحناف رضي الله عنهم وأرضاهم، إن المرأة بتحسب العدة بتاعتها من وقت الوفاة. يعني مات يوم 10، يوم 15، يوم 20، تبدأ تحسب كام؟ 4 شهور و10 أيام اللي هم يدوها كام يوم؟ 130 يوم. دي طريقة سهلة جدا علشان المرأة تعرف تعتد. طيب العدة احنا قلنا في البداية انها فترة بتتربص فيها المرأة لبراءة الرحم او للتفجع على الزوج، زعلانة على زوجها، ألم يعني انتقال الزوج. فالمرأة في الفترة دي بتبقى أول حاجة علشان نعرف في حمل ولا ما فيش حمل. الأمر الثاني علشان حقوق الزوج، العلاقة التي كانت بين الزوج والزوجة لا تنتهي بمجرد الوفاة فقط، لا، ده العلاقة ممتدة، ولذلك العدة بتبقى علشان المرأة بتبقى متعلقة بزوجها، فلما ينتقل فبتتعلق تعلق شديد بالمكان الذي كانت تقيم فيه مع زوجها. فربنا سبحانه وتعالى راعى هذه المشاعر الطيبة لدى النساء، فطرة ربنا سبحانه وتعالى خلقها في المرأة. دي العدة اللي خاصة بالمرأة اللي هي مش حامل. في واحدة ممكن ينتقل عنها الزوج وتبقى حامل،
فهل عدتها 4 شهور ولا لو وضعت بعد الوفاة مثلا بشهر تنتهي العدة؟ اللي احنا ذكرناه في المرأة التي ليست حامل، لكن الحامل عدتها بتنتهي بإيه؟ أيوة. بوضع الحمل. يعني لو واحدة زوجها انتقل من الحياة وبعد انتقال زوجها مثلا بشهر وضعت الحمل، كده العدة بتاعتها انتهت، مش لازم تقعد ايه 4 شهور. حتى لو كانت في بداية الحمل برضو؟ حتى المهم يعني اخدت مثلا 6-7 شهور، اصبح جنين بعد 6-7 شهور. اصبح جنين ونزل الى الحياة، فبعد وضع الحمل وأولياء الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن، ربنا سبحانه وتعالى الذي قال ذلك. فيبقى احنا عندنا نوعين، واحدة عدتها 4 شهور و10 اللي هي مش حامل، والتانية الحامل العدة بتاعتها كام؟ وضع الحمل. وهذه الفترة المرأة في فترة عبادة، يعني فترة العدة دي فترة عبادة. طب يا مولانا لو هي لسه حامل يعني في بداية الحمل وجوزها مات، هل برضو عدتها تنتهي بوضع المولود؟ الفقهاء لما تكلموا في هذه القضية قالوا أن يعني تخلق في أن يكون جنينا مكتمل، فيه حياة، فيه روح، يعني مش مجرد سقط صغير جدا في بداية الحمل، أول يوم ولا تاني يوم ولا حتى في الأسبوع الأول، لا احنا بنتكلم على جنين يعني قارب على الخروج، نفخت فيه الروح وما إلى ذلك. وعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل العدة ليه؟ علشان براءة الرحم، من ضمن يعني حكم التشريع براءة الرحم حتى لا يحصل اختلاط في الأنساب. اللي بيموت عنها جوزها هل لازم تقعد في مكان الزوجية زي ما حضرتك قلت حتى لو الظروف اختلفت؟ يعني ست كبيرة مش قادرة تخدم نفسها، ابنها مسافر فعايز ياخدها ويمشي، بنتها جنبها تقول لها مثلا ما تقعديش لوحدك مثلا يا ماما، لا تعالى اقعدي معايا. في ظروف يا مولانا كده بتختلف من بيت للتاني، هل الظروف دي لازم اطبق الحكمه في العده واقعد في البيت الزوجيه مهما كانت الظروف شكلها عامل ازاي؟ احنا قلنا العده فتره عباده. تمام. وربنا سبحانه وتعالى لما كلف الانسان بالعباده كلفه بالعباده التي يستطيع ان يقوم بها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ربنا سبحانه وتعالى جعل التيسير لهذه الامه في كل شؤون الحياه. الاصل إن المرأة التي انتقل عنها زوجها أن تجلس في بيت العدة، مسكن الزوجية. تمام. ده الأصل، إنها تفضل تبقى قاعدة في البيت ده المدة دي. ولكن لو حصل زي ما حضرتك ذكرتي واحدة كبيرة في السن عندها مثلا 70-80 سنة وبناتها كلهم كل واحدة في بيتها وأولادها مش موجودين، ولو قعدت لوحدها في البيت من الذي يقوم على رعايتها؟ لا يوجد أحد، كل بنت منشغلة مع أولادها وما صحيح. إلى طب في ذلك. الحالة دي تعمل إيه؟ في الحالة دي لو استطاعت أحد البنات أن تأتي وتقيم معها أو أحد الأولاد فهذا أفضل. ليه؟ لأن إحنا فترة العدة ربنا سبحانه وتعالى منع المرأة حتى من الذهاب إلى بيت الله الحرام في الحج. يعني لو واحدة في فترة العدة وقالت النهاردة زوجي مات وعاوز أروح أقدم للحج، بنقول لها لا استني، العدة أفضل عند الله سبحانه وتعالى. وبعد ليه؟ لأنها متعلقة بحق الزوج. طيب لا، كل بنت منشغلة بالبيت بتاعها وأولادها وما إلى ذلك، والأولاد على سفر، ولو قعدت لوحدها هيصيبها ضرر شديد وما إلى ذلك. في الحالة دي لا يجوز أن تنتقل من مسكن الزوجية إلى بيت أحد الأولاد أو البنات، ويبقى ده هو إيه؟ هو مسكن العدة بتاعها. يعني إيه؟ يعني هي انتقلت من البيت بتاعها وراحت عند بنتها فاطمة، وعندها بنت تاني اسمها أسماء، يبقى هي راحت عند فاطمة هتقعد عند فاطمة 4 شهور، ما تقعدش تنتقل كل شوية عند كل حد من ولادها شوية. تنتقل، انتقلت تختار، وعشان كده بنقول لها ايه؟ اختار المكان المناسب اللي حضرتك تقدري تقعدي فيه فترة ايه؟ العدة. فراحت عند فاطمة يبقى هتقعد عند فاطمة 4 شهور و10 أيام، وفي هذه الحالة خرجت للضرورة فلا إثم عليها. بنشوف حالات تانية مولانا برضو عن الأسر وهي مثلا بيبقوا منفصلين بس ما فيش طلاق، يعني كل واحد عايش في مكان بس ما الطلاق ما وقعش، في الحالة دي تتصرف إزاي؟ استأذن فضلتك نخرج إلى فاصل سريع ونرجع نكمل مرة تانية مع حضراتكم.
برحب بحضراتكم مرة تانية، ولسه بنتكلم عن الأرملة تعمل إيه في فترة العدة. وكان سؤالنا قبل الفاصل الناس اللي بتبقى منفصلة، الزوج والزوجة منفصلين عن بعض وكل واحد عايش في مكان مستقل تماما، في الحالة دي الزوجة تتصرف إزاي يا شيخ محمد؟ هو احنا الأصل إن العلاقة بين الرجل والمرأة ما يكونش فيها انفصال زي ما حضرتك ذكرتي، ولكن ده على خلاف الأصل، وده بيحصل في كثير من الأسر يعني. فاحنا اولا بننصح الزوج والزوجه بلاش الانفصال بهذه الطريقه، ان بقى الزوج منفصل عن زوجته، مفيش حياه زوجيه ولا في رعايه ولا في حب ولا رحمه وما الى ذلك، كل ده غير جائز شرعا. طيب على ارض الواقع ده موجود، هل مجرد الانفصال الجسدي بين الزوج والزوجه حتى ولو كان لمده طويله، هل ده يؤثر على الحياة الزوجية؟ يعني تبقى المرأة في هذه الحالة مطلقة من زوجها أو محرمة عليه؟ الجواب لا. ليه؟ لأن الحياة الزوجية وإن كان في انفصال في الجسد، في عدم وجود الزوج والزوجة في مكان واحد، ولكن لم يحدث طلاق ولم يحدث وفاة، فهي لسه زوجة. ولكن احنا بنقول إن الصورة دي أو الحالة دي على خلاف الأصل، لأن الأصل إن الزوجة والزوج يكونوا في مسكن واحد تجمعهم علاقة حب وعلاقة رحمة ومودة، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك في القرآن الكريم. جميل. طيب اللي جه بقى وخد مامته وسافر، يعني فترة العزة خلصت، في فترة العدة تلات أربع أيام خلصوا وخد مامته وسافر، لأن هي عايشة لوحدها في المكان ده، وهو ولادها زي ما حضرتك تفضلت في بداية الحلقة كل واحد في مكان، فهو خد والدته وسافر، هل بتقع في ذنب أو إيه المفروض يحصل في الحالة دي؟ لو كانت الوالدة الكريمة أو الزوجة الكريمة في هذه الحالة، يعني في حالة الضرورة والحاجة إلى الرعاية والتربية والتطبيب وما إلى ذلك، ولا يوجد أحد يقوم على هذا، فيجوز في هذه الحالة إن هي تترك منزل الزوجية وتسافر مع ابنها أو تنتقل إلى منزل أحد الأولاد زي ما ذكرنا، ولا إثم عليها. ليه؟ لأن لا ضرر ولا ضرار، سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا في الحديث، لا ضرر ولا ضرار، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حفظ النفس حق لله سبحانه وتعالى، والعدة من حقوق الله سبحانه وتعالى، فكما أمرها أن تجلس في بيت العدة كذلك يأمرها بالمحافظة على صحتها. ففي هذه الحالة يجوز كما يقول الإمام النووي رضي الله عنه وأرضاه، ولا إثم عليها. معنا أستاذة أمل على تلفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك. أنا عايز أسأل الشيخ محمد عن الصلاة الليل، الثلث الأخير من الليل بينتهي عند الفجر، أصل هنا في فجر أول وفي فجر تاني، بينتهي إمتى الثلث الأخير؟ في الفجر التاني يعني هنا في قرآن وتواشيح وكده، أول ما الفجر الأولاني بيبدأ بينتهي الثلث الأخير من الليل اللي هو بيتجلى فيه الله إلى سماء الدنيا، يعني من متى يعني؟ وفي حاضر. سؤال تاني، أنا بلبس الشراب من صلاة الفجر لحد العشاء، هل ده صحيح؟ حاضر يا أستاذة أمل. لو بقلع تاني يعني بلبس على وضوء يعني. وعايزة رقم فضيلة الشيخ. حاضر يا فندم. شكرا ليكي يا أستاذة أمل. معانا أستاذة ثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، اتفضلي يا فندم. لو سمحتك، أنا معايا ابن متوفي، ربنا يرحمه يا رب. وبعد كده جوزي قبل ما يتوفى وصاني أن ابني ده معاه أولاد، بس كانش يرضي ياجوا لجوزي، يعني لما كان بيموت يعني تعبان كان بيسأل عليهم، بيقول بياجوا؟ قلنا له لا ما جوش. كل يوم يسأل عليهم جو، نقول له لا جو، يقول لا. فراح وصاني وصية قال لي مش مسامحك لو اديتيهم أي حاجة، فهل يعني في ضرر عليه لو أنا اديتهم حاجة من اللي معايا؟ حاضر يا حاجة ثانية. معانا أستاذة هاجر. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. كنت عايزة أسأل الشخص سؤال بس. اتفضلي يا فندم. حضرتك يا عم الشيخ، أنا ست مطلقة، والطلاق صار عن اخو، كان اخو جوزي يعني، انا شفته كان بيعمل حاجه وحشه، فالحاجه ديت لزقها لنا يعني، قال لهم ان هي اللي عملت الحاجه الوحشه ديت على التليفون يعني وكده، فهو دلوقتي بيشهر بيا ان انا وحشه يعني قدام الناس وكده، ف
فاحنا في اثباتات دلوقتي حصلت ان انا بريئه يعني وكده. طب سؤال حضرتك ايه؟ يعني احنا سؤال حضرتي ان انا يعني احنا بندور على حاجات ان هي تبرئني، وهو مش راضي يعني يقعد في قعده ان احنا يعني نقعده ونقول له انت عملت كده. هو الطلاق كان بسبب المشكله دي ولا الطلاق كان لسبب تاني؟ كان بسبب المشكله دي. طيب حضرتك عاوزه تبرئي نفسك او برأتي نفسك قدام جوزك فعايزه ترجعي له؟ لا هو مش راضي يقعد، هو اخوه مش راضي يقعد، هو بيعمل الحاجات دي كلها من ورا اخوه. اخوه ما يعرفش، هو طلقني ان قال له ان مراتك وحشه وعملت الحاجات الوحشه دي، خلاص هو خلاص طلقني. تمام. احنا بندور على حاجه ان هي تبرئني يعني، هو مش راضي يقعد. حاضر، شكرا ليك يا استاذه هاجر. معانا استاذه سلوى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. بس لو سمحت عندي سؤالين للشيخ محمد الله يبارك فيك. اتفضلي. السؤال الاول، انا صمت من ثاني يوم العيد اللي هم السته من شوال، فانا بالليل يوم الثلاث قلت ايه، انا يوم الثلاث رايحه السوق كده وتعبانه، لو تعبت ايه هفطر، ما تعبتش هتني مكمله الصيام. فالصبح قمت يعني بقيت الساعه 11 وكده، فقلت انا هتني صايمه وكده، خليتني صايمه، فهل يجوز ولا ما يجوز؟ عشان انا غيرت النيه الصبح، خليتني صايمه، قلت هتني صايمه خلاص. ثاني حاجه الصلاه، انا بصلي قيام الليل مثلا، انا ممكن اصلي مثلا 4 ركعات بعد العشاء، وممكن الواحد يستريح مثلا وبعد الساعه 12 يصلي مثلا 4 ركعات ثانيين او 6 ركعات كده مثلا. وعايز الشيخ محمد بالله عليه يدعي البنات الاثنين بالازواج الصالحه، وادعي لي بالشفاء، عشان انا رجلي بتوجعني يعني، ساعات بسجد وساعات ما بسجدش، ولما بسجد صحيح انا ساعات بضعف وانا قاعده، وانا بضعف وانا ساجده في الصلاه، بفتح ايدي كده لربنا وبدعي عشان يرضوا بنات الازواج الصالحه وكده. هل يجوز ولا ده كده حرام؟ لو انا فتحت ايدي وانا بصلي وانا ساجده في الارض يجوز ولا ما يجوز؟ وبالله عليك ادعي لي البنات الاثنين، ربنا يرضيهم الازواج الصالحه، وربنا يبارك لنا فيكم يا رب، والشيخ محمد يا رب وسامح يا رب. شكرا ليكي يا استاذه سلوى. معانا استاذه عزه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا، اتفضلي. حضرتك عندي 3 اسئله. اتفضلي يا فندم. اول سؤال، لو انا سجدت في الارض سجده ونسيت السجده الثانيه وقمت وجبت الفاتحه مثلا، ايه العمل؟ تمام. طب انا بسمعكم باستمرار تقولوا للانسان لما يجي ينوي نيه ينوي اكتر من نيه. طب انا دلوقتي لو مثلا بصلي صلاه تهجد او بقرا في المصحف، هل اقول انا مثلا نويت صلاه التهجد بنيه مثلا كذا وكذا وكذا وكذا، ولا ايه الصيغه؟ حاضر يا فندم. طب السؤال بقى الاخراني اللي هو بقى، أنا حضرتك في التشهد بقول اللهم صلي على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، قالوا لي لا انا مش قادره، مش انا يعني مش جاي لي نفسي ان انا اقول اللهم صلي على محمد، يعني مش قادره اقولها، فبقول باستمرار هل ده غلط؟ حاضر، جزاك الله خيرا. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا لحضرتك يا فندم. معانا استاذه دعاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا، اتفضلي. لو سمحت عايزه اسال الشيخ عن واحده بلغت من العمر 80 سنه. ليها 10 سنين عندها امراض كده تمنعها من الصيام، فبتطلع كفاره كل سنه في رمضان. ماشي؟ تمام. دلوقتي هي بتحكي لي امبارح انها خلفت زمان، يعني ما كانتش بتصوم اللي هي ايام الحيض، كانت مره خلفت حد من اولادها في شهر رمضان ما كانتش بتصوم. يعني بعد كده بيجي بتصوم بعد كده العادي، بس هي في قعدت يعني فتره تقول هي مثلا 20 سنه ما كانتش تصوم ايام الحيض والحاجات دي. تمام. والطفل اللي اتولد في رمضان، فانا بقول لها المفروض يعني تطلعي افطار صايمين بدل الايام اللي فاتت دي. فانا كنت عايزه اعرف، هي بتقول لي يعني في حدود 20 سنه ما كانتش بتصوم ايام الحيض لما كانت بيجي لها الحيض في رمضان، مش بتعوض الايام اللي فطرتها. فانا عايزه اعرف ازاي التعويض، وهل لو هتطلع كفاره هيبقى في شهر رمضان ولا ينفع في الايام اللي احنا فيها دلوقتي؟ حاضر يا استاذه دعاء، شكرا لحضرتك يا فندم. طيب مولانا نروح لاستاذه امل، تسال فضيلتك عن امتى بالظبط التلت الاخير من الليل؟ هي الاستاذه امل عاوزه تعرف التلت الاخير بتاع القيام والعباده والذكر الذي يتجلى الله سبحانه وتعالى على عباده، فبتقول هو بينتهي مع طلوع الفجر الصادق ولا مع التواشيح وقراءة القرآن اللي بتبقى قبل الفجر؟
الثلث الأخير يا أستاذة أمل بينتهي مع طلوع الفجر الصادق. التواشيح وقراءة القرآن اللي بتبقى قبل الفجر دي مقدمة قبل ظهور الفجر، يعني بنشوف ده في بعض القرى خاصة في الأرياف والصعيد وما إلى ذلك، قبل طلوع الفجر كده بنصف ساعة ولا ربع ساعة بيشغلوا مديح لسيدنا النبي أو قراءة القرآن وما إلى ذلك. ده مش دخول الفجر. إمتى يدخل الفجر؟ أول ما المؤذن يقول الله أكبر، يبقى كده الثلث الأخير انتهى بمجرد دخول إيه؟ وقت الفجر. فحضرتك في الوقت ده اللي هو قبل الفجر ادعي بما تشائي وربنا سبحانه وتعالى يتقبل منك هذا الدعاء. طب يبدأ من الساعة من بعد صلاة العشاء؟ لا، احنا عندنا الثلث الأول والأوسط والأخير، فاللي بيبدأ من بعد العشاء ده أول الليل، ثم بعد ذلك يبدأ الأوسط ثم الأخير. فهي قامت أول الليل أو قامت في وسط الليل أو قامت في آخر الليل، كل ذلك قيام تثاب عليه إن شاء الله. طيب بتلبس الشراب على وضوء طبعا من بعد صلاة العشاء، من صلاة الفجر لحد صلاة العشاء جائز ولا حرج فيه، طالما هي بتلبس الشراب بعد الوضوء مباشرة وتفضل لبس الشراب لحد صلاة العشاء فده جائز ولا حرج فيه إن شاء الله. طيب نروح للحاجة سنية، ابنها مات ومعاه أولاد وعايزة تودهم وتديهم حاجات وجوزها رافض، فتتصرف إزاي في الحالة دي يا شيخ محمد؟ لو هذه الوصية وصية فيها قطع لصلة الرحم، يعني هو بيقول لها ما تديش أولاد ابنها، مش أيوة. أو مش ابنها، أولاد ابنها، لأن ابنها توفى زي ما ذكرت في حال حياتها، بيقول لها ما تديهمش حاجة. فلو كانت هي بتتصرف من المال بتاعها، يعني عندها مصدر دخل وتتصرف منه، فده جائز شرعا ولا حرج فيه، ولا يجب عليها في هذه الحالة أن تنفذ هذه الوصية، بل تنفيذ هذه الوصية فيه إثم لأنه فيه قطيعة للرحم. هو من حق جوزها أصلا هو يقول حاجة زي كده أو يوصي حاجة زي كده؟ ده التفصيل اللي احنا هنقول عليه. طيب لو كان بيتكلم على ميراث، الميراث بتاعه، وهذا الابن أو أولاد الابن من أبنائه، لأن في احتمال يبقى أولاده واحتمال يكونوا من زوج آخر، فلو كانوا من أولاده يبقى ليهم ميراث لو كان أولاده من ضمن الورثة، فهيأخذوا الميراث، وفي هذه الحالة لا يجوز لها أن تمنع الميراث. لو كانوا من زوج آخر تمام، في هذه الحالة ما ينفعش تديهم من الميراث ولا من مال الزوج لأن ده حقه، لكن من مالها يجوز تتصدق وتتصرف في مالها كيفما تشاء، وكمان تصلهم وتتكلم معاهم لأن دي صلة رحم والله لا يأمر بقطع صلة الرحم. طيب نروح لي أستاذة هاجر وهي مطلقة بسبب حاجة هي ما عملتهاش على حد يعني قولها كلامها. فهي بتقول أن السبب في ده أخو جوزها، فهي عاوزة تبرأ نفسها وتقعد معاه، هي تتصرف ازاي في الحالة دي؟ هل تكتفي بالتبرئة وخلاص، يعني تسيب بقى ان ربنا يجيب حقها لحد عندها بالشكل اللي يرضيها، ولا تتصرف ازاي يا شيخ محمد؟ اولا التشهير بها حرام شرعا، ان هو يلصق تهمة معينة زي ما ذكرت السائلة الكريمة وترتب على هذه التهمة ان زوجها طلقها، ده حرام واكبر الكبائر عند الله سبحانه وتعالى. طيب هي تعمل ايه دلوقتي؟ هي بتقول ان هو رافض يجلس مع العائلة علشان يحلوا المشكلة دي. طالما الطلاق حصل والانفصال حصل، وهي يعني زي ما احنا بنقول كده اصبحت امام زوجها في موقف لا تحسد عليه، لان التهمة ثبتت عليها بما قام به هذا الرجل، عليها ان تجلس مع والدها واهلها، ثم يجلسون مجلس عرفي في القرى كده والأرياف، مجلس عرفي يعني إيه؟ أهل الزوج أو أهل الزوج يجلسوا مع بعض ويجيبوا الزوج ويجيبوا أخو الزوج ويقولوا له تعالى حضرتك حصل منك 1، 2، 3، 4 وهذا الأمر غير جائز شرعا واللي انت عملته غلط، علشان الزوج يعرف إن زوجته بريئة من هذا الأمر العظيم. وبعد ذلك إذا أراد الزوج أن يردها فهذا أفضل من أجل الأولاد ومن أجل أنها لم تقم بهذا الجرم العظيم. أستأذن فضيلتك يا شيخ محمد، نخرج إلى فاصل سريع ونرجع نكمل مرة تانية مع حضرتكم.
برحب بحضراتكم مرة تانية، ولسه في انتظار أسئلتكم ومشاركتكم على الأرقام اللي ظاهرة على الشاشة أو من خلال صفحة قناة الناس على الفيسبوك. طيب دلوقتي نروح لأستاذة سلوى شيخ محمد، وبتسأل فضيلتك، هي صامت تاني أيام العيد وبعد كده غيرت نيتها، بقت مترددة كده في الصيام، بعد كده قررت إن هي تصوم وقت صلاة الظهر، يعني لما الظهر صحيت كده فقالت خلاص أنا إيه هصوم، هل التردد في النية ده بيبطل الصيام ولا لازم أبيت النية قبل ما أنام؟ تبييت النية الفقهاء بيقولوا تبييت النية لازم يبقى في صيام الفريضة، يعني صيام رمضان ده لازم من بالليل أبيت النية. وكمان في صيام القضاء، يعني واحدة ست كانت فطرت في رمضان عشان العذر الشرعي وجات عاوزة تصوم، لازم بالليل تبيت إيه النية. لكن صيام النافلة زي الست من شوال لا يجب عند جمهور الفقهاء تبييت النية، وهي قالت إن هي نوت الصيام قبل الظهر فهذا جائز ولا حرج فيه. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصحى الصبح يسأل زوجاته عندكم طعام؟ يقولوا لا، فيقول صلى الله عليه وسلم نويت الصيام. الفقهاء قالوا إن فعل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الظهر اللي هو قبل الزوال، لكن بعد الزوال ما ينفعش النية دي. يعني لو أذن الظهر وحد عاوز ينوي الصيام نقول له لا صيام غير جائز، لكن قبل الظهر يجوز ولا حرج فيه إن شاء الله. وبتسأل فضلتك في السؤال الثاني، هي بتصلي 4 ركعات بعد العشاء، هل في عدد معين شيخ محمد لقيام الليل أو الصلاة بعد صلاة العشاء؟ أقل حاجة 2 ركعات في قيام الليل. الركعتين دول ممكن الإنسان يصليهم بعد السلام مباشرة من صلاة العشاء، يعني مش لازم أستنى الساعة 12 أو الساعة 1 أو الساعة 3 بالليل، أقل حاجة 2. طب أكثر حاجة كم ركعة؟ لا حد لأكثره، يعني عاوز أصلي 10 ركعات 20 ركعة 50 ركعة على قدر الطاقة صلي وما فيش أي مشكلة. وقيام الليل ليس شرطا أن الإنسان يفضل طول الليل يصلي، قيام الليل ممكن يبقى بالدعاء والاستغفار وقراءة القرآن والصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يعد قياما لليل. وهي بتسجد بتدعي، وهي بتدعي كده وقت السجود بتبقى رفع ايديها، هل وضع رفع الايد وقت السجود ده حلال ولا حرام؟ هو الاصل في السجود ان الانسان لما يسجد يديه تكون على الارض، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فاحنا رفع اليدين ده بيبقى في الدعاء خارج الصلاة او في القيام مش في السجود، لكن في السجود لا، عليها ان تضع اليدين على الارض وتدعي بلسانها زي ما عاوزة، وهذا الموضع موضع يستجاب فيه الدعاء لانه اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فادعي زي ما انت عاوزة وربنا هيتقبل ان شاء الله. بتطلب من فضيلتك تدعي لبناتها بالزواج وتدعي ليها بالشفاء. اولا يعني نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يكتب لها الشفاء العاجل كرامه لسيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم، وان يذهب عنها جميع الامراض وان تكون في افضل حاله. بناتها اول حاجه انا هنصحهم عليهم بكثره الاستغفار، يستغفروا ربنا كتير جدا جدا جدا، ويصلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم كثيرا، وكمان يقوموا يصلوا بالليل 2 ركعات بنيه ان ربنا يسوق اليهم الزوج الصالح. والحاجه الاهم حضرتك تدعي لهم دعاء حضرتك مستجاب، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان دعاء الام مستجاب لاولادها، فنسال الله العظيم ان يكرم بنات حضرتك بالزوج الصالح التقي النقي الذي يعني ياخذ بايديهم الى جنه عرضها السماوات والارض. اللهم امين يا رب. معانا استاذه ايات على التليفون، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا، اتفضلي. لو سمحت حضرتك الشيخ. اهلا وسهلا. صايمه النهارده صيام اللي هم 6 البيض. تمام. البريد نزلت من 10 دقايق. مش عارفه اليوم اتحسب بقى كده ولا ايه. حاضر حاضر يا استاذه ايات. معانا استاذ السيد. أيوة. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا، اتفضل. معلش سؤال يا سيدنا في الموضوع الحلقه، وسؤال هيبقى بره خارج الحلقه. سؤال الحلقه النهارده، طب لو في واحده ما فيهاش رحم اساسا، ما عندهاش رحم، شالت الرحم بتاعها، وانت حضرتك بتقول ان ال4 اشهر عشان براءه الرحم. تمام مع حضرتك. ماشي، طب اللي شال الرحم دي، طب ماشي دي واحده. الحاجه الثانيه، لو واحده خارج السن انها قايست من الحمل والولاده،
فبرضه ما فيش اي لا ينزل عليها الحيض يعني. ماشي كده. السؤال بقى الثاني بعد اذن حضرتك، وانا اسف يعني سامحني. اتفضل. حضرتك ان دلوقتي انا كان عندي احتباس بولي وركبت اخطاء. الف سلامه على حضرتك. تسلمي تسلمي. النهارده طيب الوضوء والصلاه ايه اللي المفروض اعمله فيه؟ وهل لان دلوقتي بيحصل كمان تسريب من جنب في تسريب من الاسره من فوق مش من تحت اي حته. ربنا يكتب لك الشفاء العاجل ان شاء الله. ربنا يخليك. فهل يعني يبقى ايه التصرف عن وضوء وعلى الصلاه؟ طب وصلاه النفس وخاصه السنن القبليه والسنن البعديه. فالحل ايه؟ وفي نفس الوقت لما بيحصل تسريب فتحه الاسطرة بتاع مش عارف ايه، حصل تسريب بيحصل نزول للبول على الرجلين بتاع مش عارف ايه، برضه المفروض بيحصل ايه؟ أو حاضر. إيه يجب انه يتم علشان الواحد يرجع للحته الصح بتاعته. حاضر يا استاذ السيد، اي اسئله ثانيه؟ لا سلامتك. شكرا. شكرا لحضرتك يا فندم. معانا استاذه زينب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. عايزه اسال بس فضيله الشيخ. اتفضلي. انا كان عندي يعني 60 او 65 سنه والزوج اتوفى. انا ما كنتش اعرف الاحكام دي كلها بصراحه بتاع، كنت بخرج بس بخرج مثلا ازور ابني، ارجع تاني البيت، كنت اروح اسمع دروس في المسجد يعني، كنت بخرج معاهم ساعات هم يخرجوا مثلا هيقعدوا شويه بره اقعد معاهم كده، لاني كنت لوحدي ما كانش في حد معايا. دلوقتي انا مش عارفه، لما عرفت انا ما كنتش اعرف كل الحاجات دي يعني بصراحه. فدلوقتي في كفاره لان انا مثلا ده كده غلط اللي انا عملته ولا ايه؟ مش عارفه يعني، ما كنتش مقدره كل ده يعني. استاذه زينب، هو حضرتك كنت بترجعي تباتي في البيت؟ لا كنت ببات في البيت وساعات كنت ببات عند ابني. طيب يا ست، لاني كنت لوحدي ما كانش في حد معايا خالص، وابني كان يعني البيت بتاعه بعيد شويه عني، كنت بروح ابات عنده. تمام. بس مش كل الايام يعني. حاضر يا حاجه زينب، بشكر حضرتك جدا. طيب يا شيخ محمد، نروح ليه استاذه عزه وهي بتسجد على الارض اوقات بتطول في السجده، فغصب عنها نسيت السجده الثانيه وقامت جابت الركعه وقرت سوره الفاتحه، في الحاله دي تعمل ايه؟ تكمل صلاتها، لان هي لما قامت القيام ده ركن من اركان الصلاه، وقراءه الفاتحه ركن، يعني هي شرعت ايه في ركنين، القيام وقراءه الفاتحه. تكمل صلاتها والركعه اللي تركت فيها السجود تعيدها بعد ايه؟ بعد الصلاه. يعني هي لما تخلص صلاتها، لو قلنا ان الركعه دي كانت الثانيه او الثالثه، بعد كده تعيد الركعه اللي تركت فيها ايه؟ السجود. لو كانت الركعه الاولى يبقى هتعيدها بعد ايه؟ بعد الركعه الرابعه اللي المفروض كانت تعملها الرابعه لو ما تركتش السجود. طب هتسجد كده ثلاث سجدات؟ لا، هي هتجيب ركعه، هي هتجيب ركعة زيادة، ركعة بدل الركعة دي، لأن السجود ركن من أركان الصلاة، فكده الركعة دي اتلغت، أصبحت مش موجودة اللي تركت فيها إيه؟ السجدة الثانية. السجدة دي أصبحت مش موجودة معانا، فهتجيب ركعة مكانها وتسجد ليه؟ للسهو بعد الصلاة. جميل. طيب بتنوي أكتر من نية، هي بتقول لنا إن هي سمعتنا ممكن أنوي أكتر من نية في الحاجة اللي أنا عايزاها، فهل ليها صيغة معينة؟ يعني أقول من بالليل نويت كذا وكذا، ولا الصيغة بتبقى عاملة إزاي؟ هو دي مسألة اسمها التشريك في النية، إننا أنوي حاجة وأنوي معاها شوية حاجات تانية علشان ربنا يعطيني الثواب الكبير. على فكرة مش لازم حضرتك تتلفظي بالتشريك، يعني مش لازم أقول نويت كذا وكذا وكذا وكذا. النية هي يعني محلها القلب كما يقول العلماء، فمش لازم أتلفظ باللسان، بس لو عايزة تتلفظي باللسان مفيش مشكلة، تقولي نويت كذا وكذا وكذا قبل ما تعملي الحاجة، وربنا سبحانه وتعالى يعطيك هذا الثواب. طب أنا نويت أكتر من نية وجيب بالي نية ثالثة أو نية رابعة، ينفع أضمهم؟ طالما قبل الفعل أنا نويت أهو دلوقتي مثلا هتصدق بالصدقة دي صدقة ولوالدي ووالدتي وأخويا، وبعدين افتكرت ومشايخ اللي علموني، كل ده جائز ولا حرج فيه، ويصل لي الثواب إن شاء الله رب العالمين. طيب هي بتشتكي لفضيلتك وتقول في التشهد أنا ما ينفعش ما أقولش سيدنا محمد، والناس بتقول لي لا قولي محمد، الصح إيه؟
الصح اللي حضرتك بتعمليه، وكمان اللهجه بتاعت صوتها كانت حزينه قوي على الناس اللي بتقول لها ما تقوليش سيدنا محمد، قولي سيدنا محمد. الفقهاء نصوا على تسييد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، هو سيد الاولين والاخرين. كون ان حضرتك هتقولي اللهم صل على سيدنا محمد في التشهد، ده جائز شرعا ولا حرج فيه، ولا تبطل الصلاه بهذا. اللي يقول لك ما تقوليش، ما تسمعيش كلامه، لان الفقهاء نصوا على تسييد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد عليه الصلاه والسلام. طيب استاذ دعاء بتتكلم عن والدتها 80 سنه، ربنا يديها الصحه يا رب، وبتسال عن الايام اللي فطرتها والدتها ما كانتش بتعوضها او بتصومها، وكذلك في حالات الولاده مثلا في اخوها الصغير ما صامتش برده ولا يوم في حاله الولاده، هل في كفار عن الايام دي؟ هي والدتها دلوقتي عندها 80 سنة وما عندهاش القدرة على الصيام أصلا، صيام الفريضة. هو الأصل كان لازم تقضي الأيام اللي ما صامتهاش اللي هي 20 سنة، بتقول 20 سنة كان حمل وعذر شرعي وما إلى ذلك، المدة دي كان الأصل إنها تقضيها. طب هي دلوقتي في المرحلة دي ما عندهاش القدرة على صيام الفريضة، يبقى في الحالة دي هتطلع عن كل يوم إطعام مسكين، هتشوف ال 20 سنة دول كام المدة بتاعتهم قد ايه وتقدرهم بالمال، وتخرج عن هذه المدة فلوس فدية عن عدم الصيام. طب ليها وقت معين ولا تستنى رمضان؟ لا مش لازم تستنى رمضان، لان الذمة بتاعتها مشغولة، المفروض ان هي كانت تقضي هذه الايام هي وصغيرة قبل ما تصل لمرحلة العجز اللي هي ما تقدرش تصوم، فاصبح ده دين عليها، الدين واجب القضاء، يعني لازم تطلعه النهاردة قبل بكرة، فكل تأخير مش في مصلحتها، المسارعة أولى، يعني مش لازم تستنى لحد رمضان ما يأتي، لا تطلعها من دلوقتي علشان تقضي هذا الدين. جميل. طيب أستاذة أياد بتتكلم عن صيام الست البيض والعذر الشرعي وقبل المغرب والحركات دي، فهل اليوم بيحسب ولا لا؟ أنا عايز أقول لها ما تزعليش، ما تزعليش ان حضرتك كنت صايمة والعذر الشرعي نزل على حضرتك دلوقتي بعد العصر وقبل المغرب، هو كده الصيام اصبح باطل، لان مجرد نزول الحيض جعل الصيام بتاع حضرتك غير صحيح، حتى لو نزل قبل المغرب بلحظة او قبل المغرب بخمس دقايق، بس ده ما يسببش لحضرتك زعل شديد، يعني ما تقوليش يا ربي ليه، طيب ما اليوم خلاص قرب يخلص وليه بيحصل معايا كده، وده مش عقاب من ربنا لحضرتك، الذي امرك بالصيام هو الله سبحانه وتعالى، وهذا امر كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم امر كتبه الله على بناته آدم، يعني ربنا اللي كتبه على حضرتك، فلا تيأسي، وبعد إن شاء الله ما ينتهي العذر الشرعي يبقى صوم اليوم ده وربنا يتقبل منك إن شاء الله. إن شاء الله. سأذن فضيلتك الشيخ محمد نخرج إلى فاصل سريع ونرجع نكمل مرة تانية مع حضرتكم. برحب بحضراتكم مرة تانية ونروح لأستاذ السيد، وبصراحة يعني سأل أكتر من سؤال، بيسأل فضيلتك يا شيخ محمد، طيب لو الست ما عندهاش رحم العدة تحسب ازاي او هتكون عاملة ازاي؟ احنا عايزين ننبه بس على حاجة، عشان كثير من الناس معتقد ان العدة شرعت لبراءة الرحم فقط. لا، ده براءة الرحم جزء من الاشياء التي شرعت من اجلها العدة. ما دلوقتي براءة الرحم المرأة ممكن تعرفها بعد الوفاة بساعة، لو ذهبت للطبيب او ما الى ذلك تعرف في حمل ولا ما فيش حمل. احنا نرجعوا لبداية الحلقة، قلنا العدة ايه؟ فترة تتربص فيها المرأة للتعبد، فهي فترة عبادة او لبراءة الرحم او للتفجع على الزوج. طيب واحدة زي ما ذكر الاستاذ سيد شالت الرحم وما عندهاش رحم، فكده العدة بتاعتها هتبقى ايه؟ العدة بتاعتها الجواب بسهولة جدا هتنتقل من العدة اللي احنا عارفينها الحيض الى الاشهر، هتبقى 3 شهور مش 3 مرات ينزل عليها ايه؟ الحيض. زيها زي السؤال الثاني، المرأة التي تقدم بها السن اليائس، هو بيقول الست الكبيرة التي لا ينزل عليها الحيض، هذه المرأة عدتها ايه؟ بالشهور، 3 شهور. فالمرأة التي يعني لا يوجد لديها الرحم بسبب مرض أو ما إلى ذلك تنتقل إلى العدة بالأشهر، يبقى عدتها كام؟ 3 شهور. والمرأة التي تقدم بها السن عدتها 3 شهور. ونرجع ونأكد، العدة فترة عبادة، مش المقصود الأول والأخير منها براءة الرحم، ده جزء من الأجزاء اللي شرعت منها من أجلها العدة. طب هل الراجل ليه عدة؟ يعني احنا اتكلمنا عن الست ليها عدة، طب الراجل؟ هو الرجل يعني مش عدة بمصطلح العدة اللي احنا عرفناه، ولكن هي فترة انتظار.
ازاي؟ الفقهاء قالوا لو الرجل متجوز أربعة وحب يتجوز واحدة خمسة، في هذه الحالة لما يطلق واحدة من الأربعة لازم ينتظر فترة العدة بتاعتها لما تنتهي حتى يجوز له الزواج من زوجة أخرى. طب لو مش متجوز غير واحدة؟ لا، لو متجوز غير واحدة خلاص يتجوز تاني يوم؟ لا يتجوز إذا كان لديه القدرة أو كان في مصلحة لذلك. يعني ملوش انتظار؟ ماليش انتظار إلا في حالتين. الحالة اللي احنا ذكرناها اللي هي فترة إن هو متجوز أربعة وعايز يتجوز واحدة خمسة، لازم بعد الطلاق ينتظر فترة العدة. لو متجوز واحدة وطلقها وعاوز يتجوز أختها أو عمتها أو بنت أختها اللي هما يحرم عليه الجمع بينهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يجمع الرجل بين زوجته وعمتها وخالتها أو بنت أختها يعني. ففي هذه الحالة برضو هينتظر لما تنتهي العدة حتى يجوز له الزواج. دي صور ذكرها الفقهاء في كتب الفقه، ولكن صعب وجودها دلوقتي في أرض الواقع، ولكن لو حدثت يبقى الحكم معانا إيه؟ موجود. طيب بيسأل عن الوضوء والصلاة، والسؤال الأخير لأستاذ السيد، وهو مركب قسطرة، فبعض الأوقات يعني القسطرة ما بتبقاش محكمة، بينزل تسريب بينزل نقط، ففي الوضوء والصلاة بيسأل فضيلتك يعمل إيه؟ اولا يعني نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يكتب لحضرتك الشفاء العاجل. اللهم امين. بجاه سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم. حضرتك هتتوضى قبل الصلاه، يعني اول ما تسمع الظهر بيأذن ادخل الحمام وتوضى. عندك القدره انك تفرغ هذه النجاسه او الدماء او ما الى ذلك، يبقى هذا افضل. طيب ما عنديش القدره او في مشقه شديده، يبقى يسيبه زي ما هو كده ويتوضى ويوقف على المصليه ويصلي. هيقول طيب انا وبصلي في اشياء بتنزل في المكان المعد للنزول وما الى ذلك، هذا لا يؤثر على طهاره حضرتك لانك من اصحاب الامراض، انت معذور ووضوءك وضوء المعذور، وبالتالي صلاتك صحيحه. بيقول في بعض قطرات البول احيانا بتبقى موجوده على الثياب او البدن، لو عندك القدرة إن حضرتك شوية مية بس تضعها على الثوب أو البدن وتغسل الموضع ده بس، افعل ذلك وصلي وصلاتك صحيحة. وهذا الأمر لا يجعلك يعني تترك الصلاة، ما تقولش أنا مش هصلي علشان النجاسة ملازماني، لا، صلي وصلاتك صحيحة وربنا يتقبل من حضرتك إن شاء الله. إن شاء الله. معنا أستاذ أمير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، اتفضل. اهلا بشيخنا الجليل. اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. كنت عايز بس اسال سياده الشيخ، اولا بطلب منه الدعاء بالصلاح الحال والهدايه لزوجتي واولادي الاثنين، وان يمن ربنا عز وجل عليهم بتمام حفظ القران. اللهم امين. تمام، اتفضل. سؤال حضرتك ايه؟ السؤال الاول، انا كان ليا قريب ليا مريض يعني مرض، فانا من تعاطفي معاه وكده نويت يعني قلت ايه هعمل عقيقا ربنا من عليه بالشفاء يعني. فهو فعلا ربنا اتم عليه بالشفاء وكده، وانا كان ما عملتش العقيقه لغايه دلوقتي، بس حصلت لي كام حاجه في البيت، مثلا الاجهزه بتبوظ ورا بعض كذا حاجه، هل ممكن يكون سبب حاجه زي كده تاخر العقيقه؟ ده رقم واحد. تمام. وانا رصيد مبلغ صغير في البريد على سبيل الادخار، هل ده حرام ولا لا؟ هل في شبهه ربا ولا لا؟ بس كده. فوائد الادخار في البنوك؟ البريد. البريد تحديدا يعني. حاضر يا فندم. معانا استاذ طارق، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. اهلا وسهلا، تفضل. جزاكم الله كل خير على ما تقدمونه من عمل في خدمه الاسلام والمسلمين اولا. ثانيا يعني في موقف حصل مع احد الزملاء عندي، يعني كنا رايحين المسجد وهو معه سياره، ف يعني حلف علي ان انا اركب معه السياره، فانا يعني وانا ايضا حلفت ان انا لا اركب حتى امشي اكسب الثواب يعني حضرتك يعني. فبرضه سمع كلامه ومشيت فتره لمده حوالي يعني 50 متر، فهو حلف علي ان انا يعني اركب السياره للمسجد، فللاسف ان انا ركبت مع السياره لحتى وصلت الى المسجد، فانا طبعا كنت اقسمت ان انا لن اركب معه السياره يعني، فما حكم هذا الحلف؟ هل له كفاره ام لا؟ جزاك الله كل خير. حاضر يا استاذ طارق. طيب نروح لاستاذه زينب، هي سمعت وشافت الحلقة من بدايتها شيخ محمد، فبتقول ان جوزها توفي يعني وهي كان عندها 60 او 65 سنة، فما كانتش تعرف بالأحكام دي وكانتش تعرف ايه المفروض تعمله في فترة او في حالة الوفاة، هل
تطلع كفارة في الأيام دي؟ هل عليها ذنب لعدم معرفتها أو جهلها ببعض الأمور المتعلقة بفترة العدة؟ لا، هي طالما الحمد لله كانت بترجع وتبات في بيت العدة بتاعتها ومسكن العدة، الحمد لله الخروج في النهار لقضاء المصالح أو لزيارة الأولاد وزيارة حد مريض أو ما إلى ذلك، ده جائز شرعا ولا حرج فيه. هي كمان بتقول في بعض الأيام باتت عند أولادها فما كانتش تعرف، خلاص هي معذورة بهذا الجهل، عدم العلم، إنها مش عارفة الحكم إيه، هي معذورة بهذا. طيب هل عليها إنها تدفع فلوس كفارة؟ لا، مفيش كفارة مالية، ولكن استغفر ربنا كتير وصلي على سيدنا النبي كثيرا. ده مش علشان حضرتك وقعت في ذنب معين، لا، ده علشان ترتقي بس في الدرجات وربنا يتقبل. طيب أستاذ أمير، هو كان ليه قريب مريض جدا فقال يوهب له عقيقة، فالعقيقة لو الحمد لله يعني ربنا شفاه، بس العقيقة ما عملهاش، وبيقول إن في حاجات دلوقتي بتبوظ في الشقة، في مشاكل بتحصل، هل ده بسبب إن هو ما عملش العقيقة؟ أنا عايز أقول له دي مش عقيقة اللي حضرتك بتتكلم عليه، ده مش عقيقة. العقيقة بتكون إمتى؟ العقيقة بتكون لما ربنا يكرم حد مولود. صح. مش علشان حد كان مريض وبقول لو ربنا كتب له الشفاء العاجل انا هذبح ذبيحه، دي مش عقيقه، ده شكر الله سبحانه وتعالى، تصدق بالذبيحه او ما الى ذلك. سؤال حضرتك بقى، حضرتك ما التزمتش وما عملتش الذبيحه دي، ما تربطش بين عدم فعل هذه العباده او هذه الصدقه او التبرع اللي كان من حضرتك وبين الامور اللي بتحصل من عند حضرتك في البيت. لا، لان الامر اللي حضرتك قلت هتعمله مش على سبيل الالزام، ده تطوع من حضرتك. انا بقول اهو انا هتصدق ب 100 جنيه لو ربنا كتب الشفاء لفلان الفلاني وما تصدقتش، هي دي تبرع مني مش الزام، مش زي الصلاه، مش زي الزكاه لازم اعملها، وبالتالي ما فيش ربط بين عدم الوفاء بما قلته او بما تلفظت به وبين ما يحدث عند حضرتك في البيت. عاوز تحل المشكله دي تعمل ايه؟ لو عندك القدره من باب شكر بس ربنا سبحانه وتعالى اذبح الذبيحه، ما عندكش القدره يبقى اذكر ربنا كتير وصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم كثيرا. دي مش داخله في الندر؟ الندر للفقهاء لما تكلموا قالوا لازم يشترط في الندر التلفظ به، وهو ما تلفظش بالنذر الحمد لله، هو قال ان شاء الله لما يصحى هذبح كذا 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 كذا. طيب نروح لاستاذ طارق، ركب العربيه للمسجد وكان حالف ان هو ما يركبش العربيه. هذا يعني الفقهاء قالوا هذا يميل لغو، اللي هو ايه؟ والله لا تيجي تركب معايا العربيه، والتاني يقول له لا والله انا همشي عشان انا عاوز اروح المسجد واخد ثواب المشي. ده يمين لغو مش يمين معقوده، ويمين اللغو لا شيء فيه، يعني حضرتك لا يجب عليك كفاره ماليه. اليمين المعقوده هي التي يعني يترتب عليها كفاره ماليه، وبالتالي لا شيء عليك ان شاء الله. شيخ محمد، ليه في تفرقه بين عده المطلقه وبين عده الارمله؟ هي عدة المرأة المطلقة 3 شهور أو 3 حيضات زي ما احنا ذكرنا في بداية الحلقة، وعدة المرأة التي انتقل عنها زوجها احنا قلنا ايه؟ 4 شهور و10 أيام. ليه التفرقة؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر والمطلقات يتربصن؟ فالمطلقة ربنا قال لنا ان هي 3 شهور أو 3 حيضات على اختلاف القرء عند الفقهاء. أيوة، نقف بقى عند النقطة دي، يعني بعتذر للمقاطعة. القرء هو إيه؟ وشهور والحيضات، هل دي معاني مختلفة لحاجة واحدة؟ هي الآية القرء الفقهاء لما تكلموا فيها، بعض الفقهاء قالوا القرء المقصود به اللي هي فترة الطهر بين الحيضات أو الأشهر، والبعض الآخر قال لا المقصود به الحيض، فلازم تنتظر 3 حيضات ينزلوا على المرأة ثم تنتهي العدة بتاعتها. ده قول موجود وده قول موجود عند الفقهاء، لكن المطلقة لو قلنا 3 شهور أو 3 حيضات المدة بتاعتها إيه؟ أقل من المرأة التي مات عنها زوجها، لأن دي 4 شهور و10، 130 يوم زي ما قلنا. ليه التفرقة دي؟ أولا هذا أمر تعبدي. يعني إيه أمر تعبدي؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أمر المرأة بهذا، فسمعا وطاعة طالما ربنا اللي أمر. الأمر الثاني غير أنه أمر تعبدي، إن الطلاق بيكون باتفاق الأطراف غالبا، أو الاثنين استحالة العيشة بينهم،
بخلاف الموت، الموت بيأتي فجأة، فالمرأة تتأثر بموت الزوج. في الطلاق الحزن قد يكون قليل شوية، لكن في الموت الحزن أكبر. فقالوا إن ربنا سبحانه وتعالى راعى الحالة التي لدى المرأة كما راعى براءة الرحم. احنا قلنا من ضمن حكم تشريع العدة براءة الرحم، فربنا راعى كمان الحالة النفسية التي عند المرأة في حالة وفاة الزوج. فعلشان الأمر بيبقى عظيم وفي شدة على نفس المرأة، فربنا جعل المدة ايه أطول شوية علشان يزول هذا الأمر بسلاسة. معانا استاذه هاله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا حضرتك، ازي حضرتك الشيخ؟ الحمد لله، اتفضلي. معلش معايا عندي كام سؤال لحضرتكم. اتفضلي. اول سؤال، انا عايزه اصوم 6 من شوال، انا عليا فتره في رمضان، فعايزه اجمع ما بين نيتين، ده ينفع ولا لا؟ وينفع اصوم 6 من شوال مثلا 2 و5، ولا لازم يكون متتاليين ورا بعض؟ تمام، ده سؤال. السؤال الثاني، انا يعني مثلا بصلي على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كتير قوي بنيه ان ربنا يفرج همي او يهدي لي حالي ويهدي لي الدنيا مع جوزي، فده يعني بقول كتير، بس يعني ايه، انا مش شايفه ده، فانا بقول ايه، طب ما انا بفضل اصلي واعمل كل حاجه ولسه ربنا ما قررش، فده حرام عليا، ده اعتراض مني. تمام. ده سؤال ثالث، انا امبارح كنت اتصلت بفضيلة الشيخ والأستاذ مهند، ففيهم السؤال غلط، فممكن أوضح السؤال اللي أنا كنت بسأله تاني ولا ما ينفعش؟ أكيد أكيد، فضلي. طيب، أنا امبارح كنت بسأل عن إن في كلام أو شتات ما بين يعني جوزي اللي هو وبنت أخوه، بنت أخوه ديت مش في سنه، عشان الشيخ كان بيقول هي أكيد في سنه فبيرتاح لها في الكلام وبيرتاح معاها. لا، أنا عمري 28 سنة، هي لسه 26 سنة، هي متجوزة معاها ولد. بس انا لما سمعت المكالمات بينهم وبين بعض في افساح عن المشاكل ما بيننا وعن الكلام عليا وعن ايه اللي حلو فيا وايه اللي وحش فيا، وكان حصل مشاكل كتير، والشيخ بيقول لا، يعني ظن ان انا فاكره ان في حاجه غلط. لا، انا ما قلتش ان في حاجه اسم او حرام، بس انا قلت ان هو ما بيتكلمش معايا كلمه كويسه، وبرغم كده انا كنت فاكره ان هو ما بيعرفش يقول كلام حلو، فطلع بيقول كلام الحلو كله، وان انت وحشتيني، وهي تقول له انت وحشتيني. حاضر. وانا بزعل قوي لما بتطلع لمراتك فوق، فده زعلني. انا عايزه افهم ده بس من فضيله الشيخ. حاضر حاضر يا استاذه هاله، سؤال حضرتك وصل، بشكرك شكرا جزيلا. طيب، اكتر من سؤال لاستاذه هاله، الجمع بين اكتر من نيه زي ما قلنا كده، يعني على مدار اكتر من حلقه، عاوزه تصوم 6 من شوال وعاوزه تصوم القضاء اللي عليها، يجوز، بس بشرط ان تنوي من الليل نيه القضاء، لازم بالليل تنوي ايه نيه قضاء ما عليها، وتدخل معها نيه ايه الست من يعني شوال، يعني تقول قبل ما تنام كده تنوي قلبها اني اننا الصبح ان شاء الله هصوم ما عليا من ايام، وكمان 6 من شوال. فبتقول طيب هل لازم تتابع الصيام، يعني تصوم سبت وحد واثنين ورا بعض؟ لا، مش لازم، يجوز انك تصوم الاثنين والخميس، وده جائز ولا حرج فيه ان شاء الله. طب نتكلم عن الصلاه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ان هي بتذكر سيدنا النبي كتير وبتصلي عليه كتير بنيه تفريج الهم وازاله الغمه، بس هي بتقول انا مش شايفه نتيجه لده، هل ده في اعتراض على حاجه معينه هي خايفه لا تكون واقعه فيها، ولا ده حاجه طبيعيه هي يعني عايشاها؟ اولا، الصلاه على سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم سبب من اسباب استجابه الدعاء، لان ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لمن يصلي على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. كون ان حضرتك بتصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ولا تجدي اجابه للدعاء، ده مش معناه ان ربنا لم يقبل الصلاه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ابدا. ده الدعاء، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان الدعاء يمر بثلاث مراحل. المرحله الاولى ان ربنا يستجيب فورا، تقول يا ربنا محتاجه كذا فربنا يستجيب. الامر الثاني ان يرفع عنك مصيبه كانت نازله. الامر الثالث ان يدخر هذا الدعاء ليوم الاخره، تلقى حسنات كتيره كده فيقال لها هذا ثواب الدعاء اللي حضرتك كنت بتعمليه. طيب، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا يستجاب لاحدكم ما لم، يعني ما يقولش ايه مش معنى يا ربنا انا دعيت وما استجبتش ليا ويترك الدعاء، لا، استمري في الدعاء. ربنا بيحب العبد اللحوح اللي دايما يدعي ويستغفر ويصلي على سيدنا النبي كثيرا.
عايز اسال فضيلتك عن افضل الصيغ للصلاه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اقولها، وهل لازم اقول النيه وانا بصلي على سيدنا النبي؟ يعني نيه ابني ينجح، نيه ان بنتي ربنا يشفيها، نيه ان ابويا ربنا يرحمه. سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول انما الاعمال بالنيات. النيه الصالحه بتجعل كل فعل يقوم به الانسان يثاب عليه، حتى الكلمه لو نوى بها ان هو هيكلم الانسان كلام طيب ربنا هيديه الثواب. طيب يبقى النيه لازم تبقى معانا في كل حاجه، ولذلك قالوا نيه المؤمن خير من عمله. الصلاه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الصيغ كثيره جدا، وعندنا كتب الفت في ذكر الصيغ على سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم. افضل صيغه قالها العلماء هي الصلاه الابراهيميه اللي احنا بنقولها فيه في الصلاه، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، دي افضل صيغه. ولكن مش معنى ان افضل صيغه ان الانسان لو صلى بصيغ ثانيه تبقى صلاته غير جائزه او بيبتدع في الدين، لا طبعا. يعني لو قال اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين، جائزه، وهذه الصيغه مجربه في قضاء الحوائج كمان. لو قال اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد النبي المختار، جائز. أي صيغة الإنسان يجد قلبه فيها، يعني يجد حلاوة الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يلتزمها ويكثر منها وتفتح له الأبواب. في نهاية حلقتنا أنا بشكر فضيلتك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حضرتك شرفتنا ونورتنا يا مولانا. مشاهدينا الكرام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة وأشوفكم على خير بإذن الله.